إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. إذا متابعينا الكرام، كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، إذا تلاميذ الثانوي الحسن الثاني في هذه الأثناء يتواجدون الأقسام رفقة الآباء ديالهم. متابعينا الكرام، فنتمناو النجاح والتوفيق لكل التلاميذ. متابعينا الكرام، نتمنى لهم النجاح والتوفيق في امتحانات البكالوريا. متابعينا الكرام، اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، من امام الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بابن سليمان، التلاميذ والتلميذات رفقة ابائهم. متابعينا الكرام، اجتياز امتحان البكالوريا، فبالتوفيق لجميع التلاميذ المقبلين على الامتحانات. متابعينا الكرام، اذا كنتمناو لهم التوفيق ان شاء الله في هذا الامتحان، نتمنى النجاح لكل التلاميذ. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، نتمنى من العلي القدير انه يوفقهم ان شاء الله، وتكون نسبه النجاح هذه السنه قويه، الشيء اللي كنتمناه متابعينا الكرام. اذا نحن معكم في بث مباشر مباشره من مدينه بن سليمان، بالضبط من امام ثانويه الحسن الثاني التاهيليه. اذا متابعينا الكرام، وليدات او هادو التلاميذ وتلميذات ديال ثانويه الحسن الثاني التاهيليه، فهاد الاثناء من امام مؤسسه الحسن الثاني، فوليد وليدات تلاميذ وتلميذات في هذه الأثناء دخلوا يتوجهوا الأقسام ديالهم من أجل اجتياز امتحان البكالوريا. متابعينا الكرام، كنتمناو التوفيق للجميع، نتمناو التوفيق لكل التلاميذ والتلميذات. نتمناو التوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات ان شاء الله، نتمنى تكون نسبة النجاح هذه السنة طالعة عكس السنوات يعني السنوات الماضية. معطي خويا الله يوفق الجميع يا ربي امين، داكشي كنتمناو. ريهام صباح الخير، صباح النور اختي ريهام. اذا كلنا نتمنى هذه السنة متابعينا الكرام انه تكون نسبة النجاح كبيرة، كنتمناو التوفيق للجميع لكل تلاميذ والتلميذات. متابعينا الكرام، اذا مباشرة معكم من مدينة بن سليمان. ملاك علاء الله يسهل على الجميع يا ربي امين. كنتمناو التوفيق لكل التلاميذ والتلميذات المقبلون على اجتياز امتحانات البكالوريا. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا، لازال التلاميذ في هذه الاثناء كيتوافدوا على مؤسسة الحسن الثاني. اذا نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى انهم يكونوا كما نقولوا في نهارهم. متابعينا الكرام، وان شاء الله تكون نسبة النجاح قوية هذه السنة. إذا لازلنا معكم في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان، نطلبوا من العلي القدير أنه يوفقهم، وإن شاء الله تب التوفيق للجميع لكل التلاميذ والتلميذات. الآن مباشرة من أمام
الثانوية الحسن الثاني التأهيلية. ملك بالتوفيق اخوك يا ربي، بالتوفيق لجميع الوليدات ديال المغاربة كاملين، بالتوفيق لهم كاملين. نتمنوا لهم امتحانات في المستوى المطلوب. اذا الله يوفق الجميع، بالتوفيق لكل التلاميذ والتلميذات متابعينا الكرام. اذا كنتم معنا في بث مباشر مباشره من مدينه بن سليمان.